مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا رغد وهي قناتنا قناة تفاصيل اليوم. فيديو اليوم حيكون عبارة عن أجمل صور للتوأم التركي مع أخوهم إبراهيم، وعشان تشوفوا هالصور احضروا الفيديو معي للنهاية. ويلا خلونا نبلش. اليوتيوبرز توأم التركي هم جوليز وشاهينوز، هم أحد أشهر التوأم الأتراك على مستوى العالم، وهم محبوبين جدا على منصات التواصل الاجتماعي، وبتابعهم على حساباتهم الرسمية أكثر من 1,000,000 متابع. كلنا بنعرف إنه هالتوأم التركي إلهم أخو اسمه إبراهيم، والأغلب كان بيعتقد إنه إبراهيم هو التوأم الثالث إلهم، لكن إبراهيم مو توأم إلهم. فخلونا نشوف مع بعض صور للتوأم التركي مع أخوهم إبراهيم ومين أحلاهم. الصورة الأولى، الصورة هاي اللي بتجمع التوأم التركي مع أخوهم إبراهيم، وأغلب التعليقات كانت على هالصورة بتحكي إنه إبراهيم بيشبههم وإن الصورة حلوة كتير لأنه مبين فيها حبهم لبعض. تاني هالصور اللي معنا واللي هي صورة إبراهيم مع أحد التوأم التركي، وهالصورة كانت مميزة لأنها معمولة بدقة والميك أب بيناسب إنهم بعيد الهالوين، وهالصورة عجبت أغلب المتابعين. ثالث هالصور اللي معنا وهي صورة إبراهيم أيضا مع أحد خواته، والواضح بهالصورة إنه في دعم كبير وجهته عائلة التوأم التركي لإبراهيم. ففي الصورة الواضح إنه كان في الجامعة أو مكان بخص الدراسة وتلقى دعم كبير من عائلتهم، عشان هيك كان بيشكرهم في هالصورة. والصورة هاي لقت إعجاب كتير من المتابعين، فحسوهم إنهم بيشبهوا الممثلين الأتراك. تعالوا نشوف مع بعض خامس هالصور. الصورة اللي معنا واللي هي صورة التوأم التركي مع أخوهم إبراهيم وأيضا والدهم ووالدتهم، وهالصورة أيضا كانت في بداية شهرتهم على منصات التواصل الاجتماعي، والمتابعين حبوا هالصورة بشكل كبير جدا لأنها بتجمعهم مع عائلتهم بصورة واحدة. وفعلا هالصورة نالت إعجاب كتير من الناس، وكتير من المتابعين علقوا على والدتهم وحكوا إنها مبينة مثل أختهم مو أمهم. تعالوا مع بعض تشوف الصورة الأخيرة. الصورة الأخيرة اللي معنا وهي صورتهم الثلاثة وهما بتألقوا باللون الأسود المميز، وهالصورة نالت إعجاب كتير من المتابعين فحسوها رسمية وكتير مميزة. لكن أكتر الصور اللي عجبت المتابعين هي صورتهم اللي جمعتهم مع والدهم ووالدتهم، وأيضا صورة إبراهيم الأولى مع إخواته التوأم التركي. هيك بنكون شفنا أحلى الصور اللي بتجمع إبراهيم مع أخوهم التركي. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. احكوا لي إذا حبيتوا هالصور بالتعليقات، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.